يعني كلنا عارفين ان المشروعات الصغيره والمتوسطه هي عماد اي اقتصاد، وهي ايضا روح الصناعه. اي دوله بتسعى لتوطين الصناعه لازم يبقى لديها مشروعات صغيره ومتوسطه متناهيه الصغر تخدم على الهدف القومي للصناعه. هناك عدد كبير من التسهيلات اللي تم تقديمها للشباب من اجل التسهيل عليهم في انشاء هذه المشروعات، سواء المتوسطه والصغيره او متناهيه الصغر، عشان نوفر ليهم فرص عمل في محافظه الشرقيه. تم تقديم قروض للشباب وصلت قيمتها لأكثر من 116 مليون جنيه عشان تمول أكثر من 3000 مشروع، ما بين مشروع متوسط وصغير ومتناهي الصغر. وفرت بالفعل أكثر من 6000 فرصة عمل حقيقية للشباب علشان نوفر لهؤلاء الشباب حياة كريمة، وأيضا عشان نخدم على الهدف الأهم وهو توطين الصناعة. معانا على الهاتف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية علشان ندردش معاه في كل هذه التفاصيل. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا فندم على حضرتك وعلى الشعب المصري كله. كل سنه وحضرتك طيب والاستاذه جمانه طيبه وبخير يا فندم. اهلا بحضرتك سياده المحافظ. يعني حضراتكم لما عملتوا هذا الامر ومولتوا هذه المشروعات، ايه اهم المجالات اللي انتوا استهدفتوها، وايه اللي يعني ما كنتش لقيت فعلا ليه رد فعل في الشارع في محافظه الشرقيه؟ مين استفاد، مين افاد، مين قدر ان هو يعمل بالفعل مشروع قدر يخدم بيه الناس؟ هو طبعا لو سمحت لي حضرتك اوضح ان موضوع تمويل المشروعات ده موضوع شغال بقاله فتره كبيره. السيد الرئيس مديله اهتمام كبير جدا من خلال جهاز المشروعات ومن خلال مبادره مشروعك بتاع وزاره التنميه المحليه. جهاز المشروعات ممول مشروعات دلوقتي تفوق ال 2 مليار جنيه، ووفر فرص عمل اكثر من 45000 فرصه عمل خلال الفترات اللي فاتت، وده استكمالا للمشروعات بجانب برنامج مشروعك ممول مشروعات لغايه دلوقتي بحوالي 2.7 مليار جنيه من ساعه مبادره فخامه الرئيس منذ 2014. وده بيؤكد قد ايه ان الدوله مهتمه جدا وان هذا الامر جاد جدا لتوفير فرص عمل للشباب. وخليني اقول لحضرتك كل الاعمار بتتقدم لهذه المشروعات، من اول السيده في القريه لتربيه الطيور، وحتى الحرف اليدويه، وحتى المشروعات التجاريه والمخازن، وبعض المشروعات زي مشروعات مثلا تصنيع المراتب الاساس. كل المشروعات طبقا لحجمها بيتم تمويلها، مش بس تمويلها، كمان بيتم توفير دراسه الجدوى والتدريب وتنسيق لمعارض البيع والتسويق، وكمان بيقدموا خدمه الشباك الواحد من اصدار تراخيص وبطائق ضريبيه سجل تجاري. فهو موضوع متكامل وبيتم بصوره جيده جدا في كل مجالات الانشطه الصناعيه والتجاريه بالنسبه للمواطنين من شباب وغير شباب. طيب دكتور ممدوح، يعني ايه هي الشروط، او هل هناك شروط محدده عشان الشباب تقدر تحصل على هذا التمويل او اوراق حتى؟ وفي سؤال تاني كمان مهم جدا حضرتك، هل هناك او افضليه او تفضيل لنوع معين من المشروعات حسب كل محافظه، حسب موارد كل محافظه، حسب سمات كل محافظه؟ طبعا زي ما حضرتك قلتي، هو طبعا لو حضرتك اي شاب او اي مواطن بيتقدم بيجد بعض المشروعات دراسه الجدوى بتاعتها جاهزه، وديت المشروعات اللي بيبقى لها اولويه عندنا. ده مش معناه ان احنا هنرتبط بالمشروعات دي فقط، لا، اي واحد يقدر يتقدم بفكرته بيتم دراسته ومساعدته في زي ما قلت لحضرتك تقديم دراسه جدوى ليه، مساعدته في حط خطه عمل، خطه تدريب. انا عايز اقول لحضرتك ان ما فيش حد لغايه دلوقتي تعرض لاي مشكله في التمويل، حتى لو في تعثر بيتم مساعدته ومتابعته بصفه مستمره حتى لا يصل لمرحله التعثر الكامل، وما حصلش اي اجراء ضد اي شاب او مواطن تقدم لاخذ التمويل ده. وده برضو حاجه هامه جدا ان طبعًا الواحد ما يبقاش خايف ان هو يتقدم، لان الدوله واقفه معاه ومش هتسيبه ابدا ان هو يحصل له اي نوع من انواع التعثر. واحنا حضرنا معاهم اكتر من اقدر اقول لحضرتك اسواق ومعارض واماكن بيتم فيها عرض منتجاتهم، واحنا زرنا اكتر من مصنع من المصانع اللي هم اخذوا تمويل. عايز اقول لحضرتك كمان ان في مجموعه كبيره جدا كان ليهم دور في
معارض أهلا رمضان في تقديم سلع غذائية ومنتجات غذائية، كانت برضو من خلال مشروعات التمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغيرة. طب بالنسبة للشروط بقى، الشروط او الاوراق بحركة ان ما فيش شروط معقده ولا حاجه، هو بعض الاوراق المطلوبه والامور سهله جدا. اهم حاجه ان يبقى في جديه في الموضوع، ما يبقاش مجرد ان احنا بنتقدم وبعد كده هو بنتوقف، لا لازم يبقى في جديه، وبيقعد مع المتخصصين وبيشرحوا له بالظبط ايه الخطوات اللي هتتم وكل الحكايه اللي مطلوبه، صوره البطاقه اذا كان في مؤهل ما فيش مانع يجيبه، غير كده بعد كده أي أوراق بيتم استكمالها واستخراج زي ما قلت لحضرتك كل التراخيص والتصاريح من خلال خدمة الشباك الواحد داخل الجهاز. طب كلمنا يا فندم بلغة الأرقام، عدد فرص العمل اللي توفرت في الفترة الأخيرة وصلت كام تقريبا، إزاي أثر، هل ده أفاد برضو المنطقة الصناعية عندكم؟ يعني دي مشاريع صغيرة ومتوسطة، هل أفادت المشروعات الكبرى او نقدر نقول الميجا بروجكتس او المشروعات الكبيره اللي موجوده في محافظه الشرقيه، هل تفاعلت معاها؟ هل حصل يعني نوع من انواع الميرج او يعني ده افاد ده في هذا الامر ولا ما حصلش؟ طيب هو هي دي نقطه هامه جدا حضرتك تطرقت ليها، ان محافظه الشرقيه فيها مدينتين صناعيتين كبار، مدينه العاشر من رمضان ومدينه طبعا الصالحيه طبعا، بجانب مناطق صناعيه زي منطقه بلبيس الصناعيه ومنطقه الزوام الصناعيه، ان حضرتك بتتكلم في حجم مصانع يتخطى 6000 مصنع، عماله تتخطى 3/4 مليون بتعمل في هذه المصانع ما بين عماله وافده وعماله من محافظه الشرقيه، فحضرتك بتتكلم على محافظه فيها مجال صناعي كبير بجانب طبعا نشاط زراعي كبير. احنا عندنا فرص العمل بنشتغل بيها من كذا محور، اول حاجه التنسيق مع وزاره القوى العامله من خلال ان احنا بنعمل زي نشاط دوري لاحتياجات المصانع، يعني بيتم عرض فرص عمل من خلال المصانع، بيتم التنسيق مع وزارة القوى العاملة وبيبتدي يقابلوا احتياجاتهم من شباب وعمال ومتخصصين، ونجحنا في الفترة اللي فاتت في توفير أكثر من 80 ألف فرصة عمل في المصانع من خلال وزارة القوى العاملة، بجانب طبعا زي ما احنا قلنا مشروعات أو برامج التمويل اللي بتتم من خلال جهاز المشروعات أو من خلال برنامج مشروعك اللي هو بيتم تمويل فرص عمل من خلال مشروع خاص، يعني حضرتك بتعمل مشروعك الخاص إذا كان شاب أو مجموعة شباب أو مجموعة متخصصين بياخدوا تمويل بيشتغلوا فعلا في عندنا في المناطق الصناعية، عندنا في مصانع فعلا واخدة قروض من جهاز المشروعات، واخدين قروض من برنامج مشروعك، وعلى فكره في تصدير جيد جدا كان لبعض المنتجات الحرفيه اللي بتنتج داخل محافظه الشرقيه من خلال برنامج المشروعات، لان عمل ليهم معارض خارجيه قبل كده هوت ونجحوا في تصدير المنتجات، بالذات المنتجات اليدويه اللي كانوا ناجحين فيها جدا. طبعا في نوع من انواع الدمج ما بين هذه المشروعات وما بين المشروعات اللي موجوده في العاشر من رمضان وفي الحياة الجديدة وفي المناطق الصناعية، لدرجة ان احنا عندنا في مشروعات تمويلها تخطى 10 و12 مليون جنيه، وكان بداية المشروع تمويله 0.5 مليون جنيه وربع مليون جنيه، ولما بينجح بيتم تمويل المشروع لأكبر فأكبر فأكبر، وصلنا لبعض المشروعات اللي تخطت 12 و13 مليون جنيه تمويل، وده معناه ان ده نجاح وفي جدية، وده معناه ان هو لا يترك اللي واخد قرض ان هو يتعثر او يجد مشكله، بالعكس بيجد المتخصصين واقفين جنبه على طول لتسديل اي عقوبات، لان الهدف هو انجاح المشروع يعني. طيب يا فندم بالنسبه للقروض، هل في حد معين بيتم منحه للشباب؟ وايضا ايه هي ابرز التسهيلات اللي موجوده مع القرض في السداد؟ هو طبعا انا عايز اقول لحضرتك هو ما نقدرش نقول ان في شروط ولا نقدر نقول ان في تخصص بعينه، انما هو متاح للجميع، لدرجه انا قلت لحضرتك ان هو بيتم تمويل مشروعات للسيدات في القرى لتربيه الطيور مثلا، وبيع الطيور وبيع البيض، وده ناجح على فكره. المشروعات دي في سيدات كتيره جدا ابتدوا ب 5000 جنيه، دلوقتي تم تمويلهم اكتر من 0.5 مليون جنيه في هذه المشروعات، وده معناه
ان هو المتابعه معاهم ساعدتهم في تسويق منتجاتهم، لان حضرتك عارفه اهم حاجه هي عمليه التسويق المنتجات بتاعتهم. طبعا التسهيلات كلها في تقديم الاوراق، وزي ما قلت لحضرتك ان هو مش بيسيبه يروح يطلع تراخيصه، لا هو بيساعده في ان هو يوفر له كل الاجراءات الورقيه في الحصول عليها من خلال خدمه الشباك الواحد. طبعا كل ده هايل وحضرتك بالفعل وضحته، لكن انا اتحدث هنا او اشير بالتسهيلات للتسهيلات في السداد، يعني اول قسط بيدفع امتى؟ لو حضرتك بس تكلمنا عن التسهيلات في سداد القرض. السداد حضرتك في عندنا برنامج مشروعك بيتم التنسيق مع البنك، ممكن يوصل في 5 سنين، في 3 سنوات، في حضرتك عندنا بعض المشروعات 8 سنوات، بيعتمد على البرنامج وبيعتمد على طلب المتقدم لأخذ القرض في برنامج مشروعات. بالنسبة لجهاز المشروعات برضو نفس الحكاية، وبفوائد مبسطة جدا من خلال مبادرة البنك المركزي. فهنا هو بيعتمد على حجم القرض وبيعتمد على إمكانية الشاب أو المتقدم للحصول على القرض في مدة السداد. وأنا عايز أقول حركة، هو برنامج مرن جدا في سنوات السداد، والفوائد بتاعته بسيطة جدا لا تتجاوز 5% في بعض المشروعات. يا فندم طبعا بنشكر حضرتك، شكرا جزيلا دكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية.